اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه الاخباريه على شاشه اكشن نيوز. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفاليه وزاره الاوقاف بليله القدر بمركز المنار المؤتمرات الدوليه في القاهره الجديده. وخلال الاحتفاليه كرم السيد الرئيس الفائزين في المسابقه العالميه 29 للقران الكريم من مصر والدول الاسلاميه. وفي كلمته توجه السيد الرئيس السيسي بخالص التقدير والتهاني للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك. توجه أيضا بالتحية إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والأئمة والدعاء والقراء، ومعربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بالتحية وللشعب المصري العظيم بخالص التقدير والتهاني بمناسبة احتفالنا اليوم بليلة القدر المباركة وبقرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، ومصر والأمتان العربية والإسلامية في أمان وسلام. واسمحوا لي أيضا أن أنا أتقدم بالتهنئة لأشقائنا المسيحيين، كل عام وأنتم بخير وأمان وسلام. كما أود أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء وأهنئ أبناءنا حفظة كتاب الله من مصر وجميع دول العالم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وأن يكون القرآن الكريم رفيقا لهم في وجدانهم وسلوكهم الطيب بما يحقق المقصد الأسمى من قراءته وفهمه وتطبره والعمل بقيمه العظيمة. وتوجه بالتحية أيضا إلى رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الأئمة والدعاة والقراء، معربا عن تطلع الأمة كلها إلى مواصلة الجهد المحمود لنشر العلم الديني الوسطي وتوضيح صحيح الإسلام والتعريف بجوهره الحقيقي كقوة دفع إنسانية هائلة من أجل الخير والتقدم والازدهار. كما أكد السيد الرئيس أن ليلة القدر تمثل مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام وطال كل أركان الدنيا ومس كل مناحي الحياة، مشيرا إلى أنه تغيير هائل وجذري كان عماده العمل الصالح المخلص، النية لله ولرسوله، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد. الحضور الكريم، إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من بين ليالي شهر رمضان ليلة اختصها بمزيد من البركات والفضائل، بأن أنزل فيها القرآن لتصبح ليلة الأمن والأمان والسلام، وليلة الرحمة والنور والهدى. إن هذه الليلة العظيمة تمثل لنا مناسبة طيبة للتفكر والتأمل في حجم ومدى هذا التغيير الهائل الذي انطلق برسالة الإسلام وطال جميع أركان الدنيا ومس جميع مناحي الحياة. تغيير هائل جذري كان عماده العمل الصالح المخلص، النية لله ورسوله، والانطلاق نحو الجد والاجتهاد بعزيمة لا تلين وإصرار على تعمير الأرض والصبر على المكاره والتحمل في سبيل تحقيق الأهداف السامية. كما أشار السيد الرئيس السيسي إلى أن طريق العمل الدؤوب والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو سبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو أيضا الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله عز وجل. إن هذا الطريق، طريق العمل الدؤوب
والكفاح المتواصل والصبر الواثق والإيمان المطمئن هو السبيل الحتمي لمن ابتغى السداد والنجاح، لمن ابتغى السداد والنجاح، وهو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه بثقة في الله سبحانه وتعالى وفي قدرات شعبنا العظيم وإمكاناته، وفي إيمان هذا الشعب بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأنه لا جزاء للإحسان سوى الإحسان. شعب مصر العظيم، ختاماً، وفي هذه الأيام المباركة ندعو الله أن يشمل مصر والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بعنايته ورحمته. نرجوه سبحانه وتعالى أن يهدي الإنسانية للرشد والتعقل في جميع أمورها، وأن يلهمنا جميعاً الصواب والسداد، ويحيطنا بنفحات من حكمته ونوره لتعيننا على بذل المزيد من الجهد والعمل بما يرضيه، ويحقق أمال شعوبنا في المستقبل الأفضل. أشكركم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم العربي والإسلامي والعالم كله في أمن وأمان. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف. دكتور إسلام، برحب بحضرتك معنا يا فندم إلى هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. بداية وبعد التحية وكل عام وحضرتك بخير، كيف تابعت حرص السيد الرئيس على حضور هذه الاحتفالية لوزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر المباركة، وكمان إلقاؤه الكلمة التي هي كانت مليئة بالعديد من القيم والمبادئ والأمنيات، وتكريم عدد من الفائزين بمسابقة قد طبعا حفظ القرآن الكريم من مصر وحتى الدول الإسلامية؟ أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك وكل العالم بخير وسعادة بمناسبة الأعياد التي تتلاحم أعياد المسلمين مع المسيحيين لتمثل وحدة وطنية. القرآن الكريم نزل في مكة المكرمة وقرأ في مصر، ومصر لها عهد مع القرآن الكريم، عهد احترام وتطبيق. وكما رأينا المكرمين في هذه المسابقة أثبتوا تنوعا في فهم القرآن وحفظه بالقراءات، كما أن مصر احتضنت كل شعوب العالم في هذه المسابقة. رأينا هذه الاحتفالية المحترمة بليلة القدر، وهي علامة من علامات حب المصريين لهذا الشهر الكريم وتقديرهم له، وتقديرهم لهذه الليلة التي نتمناها جميعا، الليلة التي هي تعتبر عمر فوق العمر. رأينا كلمة فخامة الرئيس التي تثبت أن أرض مصر هي أرض التوحيد وأرض العناية بالقرآن وكتاب الله، وكلمة فضيلة الإمام التي أشار فيها إلى الدعاء وحاجتنا في هذه الأيام وخاصة في هذه الظروف إلى الدعاء رفع عن من صعوبات وتحييب بأهل القرآن واحتفاء بهم، شيء مفرح جدا هذا الاحتفال. نعم دكتور إسلام، يعني من وجهة نظر حضرتك، ما هي أهم العوامل أو الركائز التي من الممكن أن يقوم عليها طبعا العمل الدعوي في هذه الفترة أو في هذا الوقت الذي يمر بالعديد من التحديات والصعاب، واللي هو بيهدف في المقام الأول طبعا إلى الخير والتقدم والازدهار وحتى خدمة الشعب وخدمة الوطن وخدمة المساجد؟ بداية، هو أي عمل يحتاج إلى الإخلاص، الإنسانية كلها تحتاج إلى الإخلاص في هذه الفترة حتى تتضافر الجهود إلى ما فيه خدمة الإنسانية بغض النظر عن الهوية أو عن الدين. نحن نحتاج ألا نقصي أحد على الهوية، ومن هنا لابد أن يتوفر الإخلاص بالإضافة للمجال الدعوي. لابد دكتور إسلام، هل تسمعني؟ نعم، يعني أساسا حضرتك لو تقف في مكان أفضل لكي أتمكن من سماعك بشكل أفضل. طيب، من الواضح أننا فقدنا الاتصال، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى دكتور إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف.
مرة أخرى ينضم إلينا على الهاتف دكتور إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف. دكتور برحب بحضرتك مرة تانية، كنا نتحدث عن أهم الركائز التي يقوم عليها العمل الدعوي، تفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كنت أقول أن أي عمل بشكل عام ليس شرطا أن العمل الدعوي يحتاج إلى الإخلاص، حتى يستطيع الإنسان أن يقدم ما عنده، حتى نقدم للإنسانية كلها ما ترجوه في هذه الفترة الصعبة. أما العمل الدعوي الآن لابد أن يمتاز بالمرونة والوسطية وتجميع الناس، نتحدث في النقاط التي نتفق عليها لا التي نختلف عليها. العالم الآن يعيش فترة من أصعب فتراته، يعيش طفرة ثقافية غير محمودة، ولابد أن تكون كل الأعمال التي نقدمها تجمع الإنسانية. لابد أن لا نخفي أحد على الهوية، لابد أن تكون رسالة وسطية، وهذا ما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية الثلاثة في مصر الحبيبة، سواء كانت الأزهر أو الأوقاف أو الإفتاء. كل المؤسسات تتضافر لتواجه هذه الهجمة الفكرية الشرسة. حقيقة نحن الآن لا نعاني فقط من أزمة غذاء أو أزمة اقتصاد أو نحن نعاني فكرة بحتة وتستهدف الشباب بشكل خاص، تستهدف الشباب في كل اهتماماتهم، في شغلهم، في تفكيرهم، في انتمائهم لأوطانهم. القضايا الدينية أصبحت مهمة جدا، أصبح الدين هو القوى الناعمة الفعلية الآن، وخاصة نحن نعيش أيام تتلقى فيها الأعياد المسلمين مع أعياد المسيحيين. لابد أن تكون هناك نوع من أنواع المرونة، كما أن الداعية لابد أن يقدم للناس ما يعينهم على حياتهم لا أن يصعبها عليهم، وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدين يسر، لن تجدي رسالة سماوية سمحة تشق على أتباعها ولا تشق على الذين لا يتبعونها. بالعكس، كل الديانات السماوية تحث على السماحة وتحث على الرحمة وتحث على المحبة، وديننا يعني أمرنا أن نقول للناس حسنا، وقول الحسن لا يكون مصطنعا، المصطنع هو الكلام المجاملات، أما قول الحسن هو التفنن في التعامل مع الآخرين. صحيح. دكتور إسلام، سيد الرئيس اليوم في كلمته خلال هذه الاحتفالية، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر المباركة، أكد على مواصلة الجهد والعمل وحتى توضيح صحيح الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف لمزيد من التقدم والازدهار وحتى الخير. يعني من وجهة نظر حضرتك، إلى أي مدى ساهم العمل الدعوي في يعني مزيد من وعي المواطن المصري بكل هذه الأمور وهذه العوامل؟ يعني لا يخفى عن علم حضرتك وعلم السادة المشاهدين ان احنا في الفترة الماضية كنا نعاني من هجمة ثقافية شرسة، نعاني من هجمات الارهاب، نعاني من التيارات الارهابية، نعاني من بعض القضايا الدينية الشائكة التي كان يستغلها المتطرفون. العمل الدعوي في الفترة الاخيرة كان عليه يعني حمل كبير، واعتقد ان السادة الدعاء قاموا بهذا الحمل، وفخامة الرئيس اثنى بهذا في اكثر من لقاء. لكن طبعا نحتاج الى مزيد من العمل، نحتاج الى مزيد من الوصول الى الشباب، نحتاج الى مزيد من تفكيك الفكر المتطرف البشع الذي يعبث بعقول الشعوب. يعني ممكن يكون انسان ليس لديه ميول تطرف، لكن بعض الافكار المتطرفه تجعل عند الانسان هذا الميول. نحن لا نعاني من هجمات الشرسه سلاحا فقط او تفجيرا او ما الى ذلك، نحن نعاني من تفخيخ الأدمغة والأفكار. لدينا كثير من الأفكار المفخخة والأدمغة المفخخة التي تحتاج إلى نشاط دعوي زائد عما هو موجود الآن. يعني النشاط الدعوي أظن فخامة الرئيس في أكثر من لقاء أثنى عليه، لكن نحتاج إلى المزيد، ونحتاج إلى المزيد من الوصول إلى الشباب. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وبهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية وختام هذه التغطية الإخبارية، بشكركم طيب المتابعة وإلى اللقاء.